انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الوزارية 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب ومن يمثلونهم. ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية للمجلس عددا من البنود المهمة، منها إنشاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم، فضلا عن إعداد الملفين الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها 31 والقمة العربية التنموية 5 في موريتانيا 2023.